كان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا دخل في الصلاة كما أخبر الآن أنه ربما يريد الإطالة في الصلاة، بمعنى أنه يريد أن يزيد في القراءة، فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته خشية المشقة على أمه، وهذا يدل على كمال خلقه عليه الصلاة والسلام وكمال رحمته بالأمة وبمن خلفه، كما وصفه ربه بذلك: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما وصفه الله بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيترك إطالة الصلاة خشية أن يشق على المرأة التي تحمل الصبية الباكي، وهذا يدل على أمور: أولا، يدل على أن العبد قد ينوي الإطالة في الصلاة ثم يعدل فيقصر الصلاة، أي يقصر في القراءة، فإن ذلك إذا كان لمصلحة فلا مانع. ومنه أيضا أنه إذا تزاحمت المصالح في الشريعة قدم الأعلى على الأدنى، صحيح؟ فهنا عندنا مصلحة الإطالة في الصلاة، فهذه مصلحة شرعية، لأن الإطالة في الصلاة قد يتحقق بها الخشوع، لكن ثمة مصلحة أخرى، وهي إيش؟ دفع المشقة على هذه المرأة التي تحمل صبيها ويبكي، فهنا قدم الأعلى على الأدنى. ثم إن بقاءه باكيا ربما يشوش عليها وعلى من كان معها، لأجل ذلك كان يقصر عليه الصلاة والسلام في القراءة. ومنه أيضا، من هذا الحديث يؤخذ أن المرأة كانت تشهد صلاة الجماعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: لا تمنع إماء الله بيوت الله وبيوتهن خير لهن. فالمرأة لا تمنع من صلاة الجماعة في الأصل إلا إذا وجدت مفسدة، مثل لو كانت ستضيع حق زوجها أو حق أولادها، أو كانت فتنة للناس إذا خرجت لم تخرج ملتزمة بالحجاب الشرعي، فحينئذ تمنع. وبعض النساء يأتين إلى المساجد متعطرات، وهذا ما يشتكى منه من قبل بعض الأخوات، أنهن يجدن ريح العطر من أخواتهن، فهناك من تأتي متعطرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المرأة إذا استعطرت ثم شهدت معنا الصلاة فلا صلاة لها حتى تغتسل وتعيدها، لا تصح هذه الصلاة. وبعضهن تخرج مكتحلة وكأنها متزينة لزوجها، بل حتى لزوجها لا تتزين بهذا الشكل، وهذا كله من المخالفات الشرعية. فعليها أن تلتزم أولا بحجابها حتى يتسنى لها شهود صلاة الجماعة. ومن فوائد هذا الحديث أن المشقة تجلب التيسير، فإنه عليه الصلاة والسلام يسعى دائما في دفع المشقة ورفعها وجلب التيسير للأمة. ومثل ذلك قوله أيضا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومنه أيضا قوله حينما تخلف عن صلاة التراويح في الليلة الثالثة أو الرابعة قال: إني خشيت أن تفرض عليكم. فروح الشريعة الإسلامية مبناها على اليسر والتيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا مشقة ولا حرج فيما كلف الله به عباده. نعم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. هذا الحديث يتضمن فضل شهود صلاة الصبح إذا وفق العبد لها في جماعة،
فقد قال: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. وأكثر أهل العلم أن صلاة الصبح هنا محمولة على ما لو شهدها في جماعة فهو في ذمة الله، أي في حفظه ورعايته وكلاءته، فإن من أسباب حفظ العبد محافظته على طاعة الله، ومن ذلك أن يشهد صلاة الصبح. فمن شهد صلاة الصبح في جماعة بتوفيق من الله حظي بهذا الأجر العاجل، ما هو؟ حفظ الله له يومه كله، كان في ذمة الله وفي رعايته، وقيل في ذمة الله أي في عهده، أي في عهد الله عز وجل، أي أن الله عهد حفظه، إلا أن يكون قد قدر عليه في سابق علمه شيئا لا بد أن ينفذ. لماذا استثنيت؟ استثنيت لأن الإنسان قد يأخذ بأسباب السلامة، ولكن القدر سابق، قد يأخذ بأسباب السلامة فتنفعه ولكن القدر سابق. فمثلا خذ على سبيل المثال الأذكار الشرعية، الأذكار، أذكار الصباح والمساء من أسباب حفظ الإنسان من العين والسحر وغير ذلك، لكن قد يسبق قدر الله عز وجل، ولهذا أصيب عليه الصلاة والسلام بالسحر، وسحره لبيد بن الأعصم الرجل المنافق حليف اليهود، وأثر فيه 6 أشهر، مع أنه أكمل الناس إيمانا وأخشى الناس لله وأكثر الناس ذكرا لربه تبارك وتعالى. فأقدار الله السابقة النافذة قد تتخلف تأثيرات الأسباب أمامها، وحينئذ لا شك بل يقال: ما قدر الله خير للعبد. وقوله: فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء، فإنه من يطلبه في ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. فإن الله عز وجل لا حاجة له لأحد، لا لصلاة الناس ولا لحضورهم صلاة الجماعة، فهو جل وعلا الذي يحفظ ولا يحفظ سبحانه، وهو الذي يقدر ولا يقدر عليه، كما قال تعالى: ويجير ولا يجار عليه، وذلك لكمال غناه سبحانه جل في علاه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. اقرأ ما بعده أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذان الحديثان ذكر بهما النبي صلى الله عليه وسلم وقرر العلاقة بين المسلم وأخيه، والواقع، الواقع الذي يعيشه الناس اليوم بعيد جدا عن هذه التعاليم، وإنما بقيت هذه المسائل حبرا على ورق مع الأسف، ولم يمتثل لها إلا قلة، ولا نقول ذلك تشاؤما بل هو الحق. فقوله المسلم أخو المسلم، هذه الأخوة الإسلامية الإيمانية قلت اليوم بين الناس، لأن أكثر علاقاتهم قائمة على ماذا؟ على مصالح الدنيا، ولا يقوم هذا المعنى في القلوب إلا نادرا جدا، إلا نادرا. يعني علاقات الناس أصابها ما شاء الله تعالى من البرودة والجفاء والغلظة، بل والعداوة، وكثر التشاحن والتباغض، والأخوة ضاق معناها في أذهان الناس اليوم إلا أخوة النسب، يعني أخوة الدم، على أن هذه أيضا دخلها ما شاء الله تعالى من الأمور، حتى بات الأخ يقطع أخاه، ولا يوجد
يوجد؟ نعم، بات الأخ يقطع أخاه لأتفه الأسباب. وكم من أخ قد قطع أخاه في النسب منذ زمن بعيد، فلا تواصل ولا تزاور ولا تراحم ولا تشاور ولا تآلف، ونسأل الله السلامة والعافية. وقد ينتقل هذا القطع إلى الأبناء وإلى الذرية ويتواصون بذلك. وش يقول بعضهم؟ يقلل السماح، يعني من شدة البغضاء والكراهية والحقد وكل هذه الأمراض القلبية نعوذ بالله، يشدد على أبنائه في أنهم لو واصلوا ووصلوا عمهم فإنه لا يسامحهم أمام الله. ولكن هذا كلام لا عبرة به ولا وزن له ولا معنى له، ولا يجوز لهم أن يطيعوه في هذا الأمر الشنيع وهو قطع الرحم. فمفهوم الأخوة عند أكثر الناس لا يتعدى أخوة ماذا؟ لا يتعدى أخوة النسب. أما أخوة الإسلام والإيمان فهذا نادر جدا أن نجده في الأذهان والعقول، فترى الناس فيما بينهم كأنهم غرباء لا يربط بينهم شيء، سبحان الله لا يربط بينهم شيء. لأجل ذلك ظهرت فيهم هذه النعارات الجاهلية في وصف بعضهم ببعض، هذا نازح وهذا غير نازح، وهذا مواطن وهذا مقيم، وهذا غريب وهذا براني، وما إلى ذلك. كل هذه العبارات في الواقع لا أساس لها في دين الله عز وجل، لأن الإسلام ألف بين أتباعه وآخى بينهم، إنما المؤمنون إخوة. فأخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب، وأقوى من أخوة المواطنة، وأقوى من أخوة الرضاع، وأقوى من كل تلك الروابط، صحيح؟ لأجل ذلك إذا اختلف الدين فإن اختلاف الدين قد يؤثر في كثير من المسائل. فمثلا في الإرث، لو مات الأخ ولم يترك إلا أخاه من النسب، ولكن الذي بقي حيا كافر، لا يرثه، لا يرثه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، لا توارث بينهما بسبب اختلاف الدين. طيب لو قال أخوه كيف لا يرثه؟ نقول لا يرثه، لأن العلاقة انقطعت بماذا؟ باختلاف الدين، باختلاف الدين. قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، وهذه كلها نوافي، لا يظلم هذا نفي يفيد النهي، لا يظلمه، ما قال لا يظلمه، لا يظلمه ينفي ظلمه، فهو نهي بصيغة الخبر، يعني لا يجوز له أن يظلمه بمعنى أن يتعدى عليه وأن يعتدي على حقوقه. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ظلم المسلم من كبائر الذنوب: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. واعتبر من صور ظلم المسلم أنك تجلس في مكانه إذا سبق إليه، فإن من سبق إلى مكان مثلا في المسجد ثم تغيب عنه للوضوء مثلا، فلا يحل لك أن تجلس في مكانه، لأنه من سبق إلى شيء فهو أحق به، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا لا يظ... هذه في أبسط الأشياء، فما ظنك بأمور أخرى؟ لا يظلمه، أي نوع من أنواع العدوان على المسلم يعتبر ظلما، يعتبر ظلما له، وأي نوع من أنواع الإيذاء له يعتبر ظلما له، وأي نوع من أنواع تعدي الاعتداء على حقه يعتبر ظلما له. لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه يعني لا يسلمه لعدوه، لا يسلمه لعدوه، بل ينبغي أن يمنعه وينبغي أن يؤازره وأن يكون إلى جنبه وأن يشد من أزره، هذا هو الأصل.
والله المستعان. يعني هذا قل أن نجده في الأفراد، فما ظنك بين الدول وبين دولة وأخرى. ولذلك قلنا هذا بقي حبرا على ورق، حبرا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق به وجعله منهجا في المعاملات بين الأمة، ولكنه غير معمول به إلا نادرا جدا. نعم، ولا يسلمه. واليوم نرى من المسلمين من يسلم إخوانهم أو يسلمون إخوانهم لمن؟ للأعداء، للكفر يسلمونهم. ثم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، فإن من سعى في قضاء حاجة أو شأن لأخيه فإن الله تعالى يتولى جزاءه بالمثل. والحاجة أي نوع من أنواع الحاجة، فهي نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي حاجة، حاجة الدين أو حاجة الدنيا، ليس بالضرورة أن تكون حاجة دينية بل حتى حاجة دنيوية. وهذا الحديث يزرع في نفوس الناس ما يسمى اليوم باللغة المعاصرة الإيجابية، أن يكون الإنسان إيجابيا، يعني أن يكون مسديا للمعروف ينفع غيره. وتتعجب حينما ترى من غير المسلمين بعض هذه المعاني وإن كانوا لا يفعلونها ابتغاء وجه الله. فمنهم ما يسمى بمجال التطوع، هذا مجال التطوع، هذا بحثت فيه سابقا ووقفت على بعض النماذج الحية، تعجبت من غير المسلمين. مجال التطوع هذا ترى فيه العجب العجاب في بلاد الغرب، مجال التطوع في نظافة المدن، مجال التطوع في تزيين الحدائق، مجال التطوع في كفالة الأيتام. فيسأل الواحد لماذا تفعل ذلك، فماذا يجيب؟ يقول: أريد أن أكون نافعا، أريد أن أكون نافعا. والمسلم أحق بهذا، المسلم أحق بهذا. من الناس في باب قضاء الحوائج، في باب قضاء الحوائج يحب أن يقضي الناس جميعا حاجاته، لكنه ولا يقضي حاجاتهم. ففي جهة من جهته هو يريد أن يخدمه الناس، لكنه لا يقدم خدمة. ومنهم من لا يقضي حاجة شخص إلا إذا كان قد قدم له حاجة، يعني أن تكون المسألة سبيل مكافأة أو يحسب لها حسابا، إذا قصده شخص لحاجة يحسب، وهذا إذا قضيت له الحاجة أنا ماذا سأربح منه أنا؟ فإذا رأى أنه لا منفعة فيه يجنيها في هذه الدنيا قال: والله يا أخي ما عندي وقت، سمحني. لأن قضاء حاجته له ليست ابتغاء وجه الله، فقضاء الحاجة للمسلم ينبغي ابتغاء وجه الله بها، لا تنتظر منه أن يرد لك هذه الخدمة، وإنما تريد وجه الله. وهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكون في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. الكربة الشدة، الذي يفرج شدة، مثل أن يقضي عنه دينا أو أن يشفع له شفاعة أو أن يصلح له آلة، المهم وقع في شدة معينة، شدة مادية أو صحية أو أسرية، فيأتي فيسعى في كشف هذه الكربة عنه، فإن الله يكشف عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا خلق أيضا عزيز في المجتمع، التواصي بأن يستر بعضهم بعضا، لا أن يفضح بعضهم بعضا. وأهل المعاصي الذين تزل بهم الأقدام، الأصل أننا أمرنا بسترهم لا بكشفهم أو فضحهم، هذا هو الأصل. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لأنه ما الذي تجنيه وما الذي تنتفعه إذا فضحت مسلما؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو كان في عقر داره. وقال أهل العلم: إن من سعى في كشف عورات الناس فتح على نفسه باب فضيحة، لا بد أن يخلق الله له من الأسباب لفضحه ولكشفه، كما سعى ذلك في حق
إخوانه وفي حق غيره، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولهذا بعض الناس يتطلعون يسمع كلمة تصدر على سبيل التشويه والإشاعة الكاذبة في حق أفراد رجالا كانوا أو نساء، فتجد يتلقف الخبر بسعادة، وهذا يدل على سوء النية وخبث الطوية. وكان الأولى أنه إذا سمع مثل ذلك أن يبادر بماذا؟ بإنكار أعوذ بالله، لا تقل هذا، أسكت، حرام عليك. وما الذي ينفع، ما الذي تنتفعه إن صح الأمر؟ كما قال تعالى في قصة الإفك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني هل إذا سمعتم مثل هذه الأخبار كالأخبار التي روجت في حق عائشة رضي الله عنها حينما رماها المنافقون بما رموها به، الله يحث على ماذا؟ على المبادرة إلى حسن الظن بالمؤمنين. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون، لولا يعني هلا للحث، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا، وقوله بأنفسهم، بأنفسهم جاء التعبير عن الإخوة في القرآن بالنفوس، ولهذا قال بأنفسهم يعني بإخوانهم خيرا. ومنه قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، لا تلمزوا أنفسكم يعني لا تلمزوا إخوانكم. فيتعامل الإنسان مع إخوانه كما يتعامل مع نفسه، وهذه من أكبر أسباب حسن الخاتمة. حسن الخاتمة لها أسباب، من ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: ومن أراد أن تأتيه منيته يعني موته وهو على خير فليأتي الناس بمثل ما يحب أن يؤتى. إذا أردت أن يختم الله لك بخير فعامل الناس كما تحب أن يعاملوك به، فأنت لا ترضى أن يغتابك الناس وأن يتكلم فيك الناس، فأنت أيضا لا تفعل هذا بهم، وأنت لا ترضى أن يسيء إليك الخلق فأنت لا تسيء إلى الناس، وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وبالمثال تبين المقال، ولنضرب لذلك مثالا. هب أن لك جارا ابنه فيه معاصي، وقد أبصرته غير ما مرة يعصي الله عز وجل بنوع من أنواع المعاصي، إما بشرب خمر أو أي نوع من أنواع المعاصي، فهل من الإسلام والإيمان أن تذهب في المجالس وتتكلم بابن جارك؟ تقول ولده، تو ما ولده يعمل ودير وكذا، إيش نقول؟ لا يجوز هذا، لأنه يجب عليك ستر أخيك، وأخوك في محنة ابتلاه الله تعالى بهذا الولد العاصي، ولما يوجد هذا في المجتمع. إذا قدر الله عليك أن يخرج من صلبك ولد جانح للطريق المستقيم، ماذا ستصنع؟ بالقوة لن تملك شيئا إلا أن تدعو له بش بالهداية. فأنت ما هي فائدتك؟ لبعض الناس يجد نشوة، عنده نشوة في أن يتكلم في زيد وعمر، ويذكر ذلك على سبيل الشماتة أيضا والتحقير للخلق، لكن لا يدري أن الله لعله يبتليه بمحنة أعظم من هذه المحنة، انتقاما لهذا الإنسان وانتقاما منه هو. فلا ينبغي ذلك، يقول على الإنسان أن يطهر قلبه وصدره من كل هذه الأمور الخبيثة. قال: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وعن أبي هريرة الحديث الذي بعده قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يخونه، يعني لا يغدر به، إذا عاهده لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. ما معنى لا يكذبه؟ يعني لا يكذب عليه، لا يكذب عليه. ولا يخذله يعني إذا استنصره أو طلب منه نصرة فإنه لا يخذله. فخذلان المسلم من كبائر الذنوب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يخذل مسلما في موطن يحب فيه نصرته، في موطن ينتقص فيه من حقه وينتهك فيه من عرضه يحب فيه نصرته، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. فمن خذل مسلما خذله الله عز وجل. والمسلمون اليوم بينهم تخاذل عجيب،
خاصة على مستوى السياسة كذا ولا؟ أما أفراد الأمة فلو فتح الباب والمجال لوقع التناصر، لوقع التناصر فيما بينهم، لكن الله المستعان مسلمون يخذل بعضهم بعضا ويسلم بعضهم بعضا بل يقتل بعضهم بعضا، كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه. التقوى ها هنا، وفي لفظ أشار إلى صدره عليه الصلاة والسلام، ثم قال بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر يعني كفى، الحسب هو الكفاية، بحسب امرئ من الشر يعني كفى المسلم شرا أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقره، أن يحتقره يعني أن يقلل من شأنه في نفسه، ولا يجوز للإنسان أن يحقر الناس. فلا تنظر لنفسك أنك أغنى، لأنه لعل هذا الذي أقل منك مالا هو أفضل عند الله وأعظم درجة، ولا يجوز لك أن تحتقر الناس لأنك أعلم، لأنه لعل هذا الرجل الذي هو أقل منك علما أعظم درجة عند الله، لو لم يكن في ذلك إلا أن زلتك أعظم عند الله من زلته هو، لأن الحجة قائمة عليك أكثر من غيرك. وهكذا، ولا يجوز أن تحتقر إنسانا لنسبه، تقول هذا براني وهذا ما هو من الأعراب أو من البادية، وأنا ابن مدينة وأنا ابن الحضر وهؤلاء أهل البوادي، لا يجوز هذا، لا تدري المقبول عند الله من المطرود، ولا تدري المرحوم عند الله من الملهوف والمعذب، لا ندري، كل هذه أمور لا وزن لها عند ربنا سبحانه، وإنما ما يتفاضل به الناس هو تفاضلهم في إيمانهم وتفاوتهم في تقواهم وأعمالهم الصالحة. نقف على هذا إن شاء الله.